بسم الله. بإذن الله هنتعرف النهارده على what is the fracture of the material. لو عندك مثلا ماتيريال معينة وجيت ضغطت عليها لقوة هي ما تقدرش تتحملها او اكتر من القوة اللي هي تقدر تتحملها، ساعتها هيحصل الفراكتشر، ان هي هتتفتت ل 100 حتة. عندك مثال بسيط لكده البريتل فراكتشر. فلنفرض مثلا ان انت عندك قطعة ازاز بس فيها كراك بسيط جدا، يعني شرخ بسيط جدا على اي كومبريسيف او اي لود او ستريس هيبقى على قطعه الازاز دي، هتلاقيها اتفتتت معاك 100 حته، وساعتها ده هيبقى الكومبليت فراكشر. التعريف او المصطلح العلمي الفراكشر بتاع الماتيريال نفسه. If something is subjected to high stress يعني ضغط عالي over its strength يعني فوق التحمل اللي هو يقدر يتحمله it fails and fracture into two or more parts.